إلى هذه المواقف. الموقف الأول يقول لك: زميل لك تحبه كثيرا ويشجعك على عدم الذهاب للمدرسة، كيف تتصرف في هذا الموقف يا أولاد؟ هل تسمع كلامه ولا تذهب للمدرسة؟ ماذا تفعل؟ هل يمكن أجاوب؟ نعم، هيا أجيب، لا مشكلة. معلم لا أرد عليه، لا نرد عليه، لا نسمع كلامه. هل نتركه هكذا أم لابد أن ننصحه؟ ننصحه. وعندما تكون لا أكون صاحبه. لا 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 نريد أن نتركه، بل كن أنت صاحبا جيدا وصاحب وجليس خير، وأمره أن يذهب للمدرسة وانصحه. كن أنت الصاحب الطيب والجليس الطيب. اتفقنا يا أولاد؟ إذا لا تقول أنا سأبتعد عن هذا الولد السيء، لا، حاول أن تصلح منه، حاول أن تنصحه ويذهب معك إلى المدرسة، يذهب معك إلى الصلوات، يحفظ معك القرآن، يراجع معك الأحاديث، تقول معه الأذكار. كن أنت معينا له على الخير، تكون أنت أفضل منه. اثنان، وصلتك رسالة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي تدعوك للانضمام لمجموعة غريبة مشبوهة. طبعا عندما نرى هذه الأشياء لا نستلمها ولا نرد عليها لأنها مجهولة المصدر. أيضا في الأخبار يا أولاد، لا نتناقل الأخبار إلا عندما نتأكد أنها من مصدر موثوق ومن جهة رسمية. لا تنقل أي أخبار، أي خبر تسمعه وتقول وتنشر الشائعات، هذا خطأ جدا جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. أيضا يا أولاد، تعالوا لنعرف ما الذي يعود عليك أنت كولد مسلم من مصاحبة الناس الطيبين أو الجليس الصالح، ما الذي يعود عليك؟ هيا صف سادس، ما الذي يعود عليك عندما تصاحب شخصا طيبا أو تصاحب ولدا جيدا؟ ها معلم، أنت تكون أن أكون جيدة معه، أن أكون جيدا. وبالفعل أنت جيدة معه يا ندى، ولكن ما الذي تتعلمي منه، ما الذي تستفيدينه من هذا الولد الجيد؟ الصفات الجيدة، الصفات الجيدة التي فيه. ماذا أيضا؟ أي جهاد كنت ستقول كل شيء؟ هيا معلم. نعم هيا معلم، نشعر بالراحة. رائع، نشعر بالراحة من مجالسة الطيبين. ها ماذا أيضا؟ القرآن، عندما يحفظ القرآن نحفظ معه، هذا جيد، يعيننا على الطاعة. أتعلم منه الأشياء التي لا أعرفها وأعلمه الأشياء التي هو لا يعرفها. رائعة يا ألاء. نعم، إذا جهل بعض الأشياء التي أتعلمها أعلمها إياه، وإذا كنت أجهل بعض الأشياء التي يعرفها هو سيعلمني هذه الأشياء الطيبة. نعم أحسنتم. ماذا أيضا فكروا؟ رائعين يا صف سادس. فكر. نشجع بعض على الأشياء الجيدة. نعم، طيب إذا نظرت هنا ستجد أن مخالطة أو آثار مصاحبة الجليس الصالح، أولا يقوي علاقتك بربك سبحانه وتعالى ويعينك على طاعة الله. قلت قبل ذلك إذا جاء وقت الصلاة يقول لك هيا نصلي، لا يلعب معك ولا يلهو، بل يقول لك هيا نصلي الجماعة في المسجد، هيا نحفظ القرآن، يرشدك أيضا لقراءة القرآن وطلب العلم النافع. أيضا ينصحك بحسن التعامل مع أسرتك، يقول لك كن بارا بوالديك، لا ترفع صوتك على والديك، بل اسمع كلامهما، ساعدهما في المنزل، كن رحيما بهما. كما قلتم نشعر معه بالراحة والاطمئنان. طيب على النقيض، يعني في الجهة الأخرى، ما آثار مجالسة الصديق السيء، صديق السوء؟ ما الذي يعود علينا أو ما الذي نتعلمه من رفيق السوء هذا؟ ما الذي يضرنا منه؟ ها ميار، فتجد نفسك تفعل أشياء سيئة، سيئة لأنه يفعلها. أحسنت يا ندى. ماذا أيضا يا ميار؟ ميار أين أنت اليوم؟ ما الذي يعود علينا من مصاحبة جليس السوء، الصديق السيء؟ ستعصي والديك؟
نعم نعصي والدينا لأنه صديق سيء ويعصي والدي ولا يسمع كلامهما، أيضا أنا سأكون مثله. منبوذين بالمجتمع. هذه نقطة جيدة رائعة جدا. إذا صاحبت شخصا سيئا سينفر الناس منك ويبتعدون عنك لأنهم سيقولون هذا صاحب سيء، نخاف على أنفسنا وأبنائنا منه. يبقى إذا رائعة يا ميرال، هذه النقطة مهمة جدا، سيبتعد الناس عنك في المجتمع لأنك شخص تصاحب شخصا سيئا ورفيقك سيء. تأخذ صفات سيئة؟ نعم نأخذ الصفات السيئة، هو يكذب سنكذب مثله، هو يغش سنغش مثله، هو يخادع الآخرين سنخادع الآخرين مثله، أيضا سيضيع أوقاتنا يعني في اللعب وهذه الأشياء. إذن أشياء سيئة؟ نعم. إذن الصاحب السيء يضعف علاقتك بربك ويبعدك عن طاعة الله. إذا حان وقت الصلاة يقول لك لا انتظر قليلا سنلعب هذه اللعبة بعد ذلك نذهب إلى الصلاة، ثم تلعب لعبة في لعبة في لعبة حتى يضيع عليك وقت الصلاة ولا تصلي أصلا. أيضا يجعلك عاقا لوالديك، لا تسمع كلامهما ولا تطيعهما وتنفر منهما، يجعلك سيء الخلق مع جميع الناس من حولك، دائما لا تساعد أحدا، ربما تسب الآخرين، ربما تعامل الناس بأسلوب غير جيد، كل هذه الأشياء تتعلمها من الجليس السيء. كما قلنا أيضا يجعلك منبوذا في المجتمع من كل الناس، يجعلك منبوذا في المجتمع من كل الناس. إذن يا أولاد تعالوا نلخص ما تعلمناه في حصة اليوم. من يساعدني في التلخيص؟ ما يمكنني بين الصاحب الصالح والصاحب السيء. أحسنت يا ألاء، قوليها مرة أخرى بصوت مرتفع حتى ينتفع الآخرون. يا ألاء بصوت مرتفع. تعلمت اليوم الفرق بين الصالح الصاحب الصالح والصاحب السيء. أحسنت بارك الله فيك، ممتاز. ها من يكمل؟ من يلخص ما تعلمناه اليوم؟ تعلمنا أيضا حديثا جديدا. طب من يحفظ الحديث بدون الرجوع إليه؟ ها من حفظ الحديث بدون الرجوع إليه؟ لا تنظر إلى الباوربوينت أو الكتاب أو أي شيء. شباب. ها هل حفظت الحديث يا سيف؟ لا. حاول أن تحفظ يا سيف. من حفظ الحديث بدون النظر إلى الكتاب أو الباوربوينت؟ ها ولو نصفه ولو أول سطر فيه. معلم أعتقد أنه أنا حفظته. هيا قولي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك أما أن يحذيك. نعم. وأما أن تبتع منه. أحسنت. وأما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير، نافخ الكير أما أن يحرق ثيابك وأما أن تجد منه ريحا منتنة. أحسنت بارك الله فيك يا تمارة، رائع. ها من حفظ الحديث أيضا مثل تمارة؟ حاولوا أن تحفظوا، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نحفظه ونعمل به دائما. طيب نعود مرة أخرى إلى التلخيص، من يساعدني ما الذي تعلمناه اليوم أيضا؟ ها تعلم كيف نتعامل معه صاحب. طيب. نسمع ندى أولا ثم أروى. هيا يا ندى. تعلمنا كيف نتعامل معهم. نتعامل مع الآخرين يعني تقصدي الصديق الصالح والصديق السيء. نعم كيف نعم. ها هيا أروى ماذا أيضا تعلمنا؟ تعلمنا الآثار الذي يؤثر بها الصديق الجيد والصديق الليس جيد. رائع رائع، تعلمنا الآثار التي تقع علينا عندما نصاحب الأخيار والآثار التي تقع علينا عندما نصاحب الأشرار. ها ماذا أيضا يا أولاد؟ تعلمنا معاني الكلمات في الحديث. معاني نعم. طب ما معنى يحذيك؟ ما معنى يحذيك؟ يعطيك. يعطيك وإما أن تبتاع منه. أي عمر تبتاع منه، ماذا تعني تبتاع منه؟
تشتري. تشتري منه. أحسن الله إليكم يا صف السادس. هل من سؤال؟ هل عندكم سؤال في هذه الحصة؟ نعم.